عادي وانا اساسا كنت جاهزه. جيت تعبت برضه ومارست الشغلانه تاني. تمام. عملت حادثه ففقدت بصري. بالظبط. تمام. حوالي 17 سنه و 18 سنه. تمام. هل ده خمس سنين برضه ما اتباعش حاجه خالص، جيت مره واحده الجراحه فسكينه تاني، بدات ان انا اشتغل الحمد لله رب العالمين احسن الاول كمان. تمام. بتشتغل الشغلانه دي كل يوم بيومه؟ كل يوم. اه. زي كده جدي برضه عايز زي كده والحمد لله رب العالمين. تمام. تعبك ما منعكش ان انت تكمل شغلك ولا لا؟ ما حطيتش في دماغي اساسا يعني. مش حاطط في دماغي مثلا، كان التعب سيطر عليا. ما انا سيطرت عليه والحمد لله ايه جرحت على السكينه تاني والحمد لله زي ما انت شايف. لا من فيها؟ جينا حبيبي. راح جبت الفرسين امبارح انا فيها في الاول. يلا بسرعه بس هو المياه يا فوق الميه. طب ما اقعدش في البيت، انا ماليش شغل الا كده. ما وقفتش على كده، مش عارف اشيل حاجه لما اقعد اشتغل في السمنت ولا في رمله ولا اتوظف. ولازم استقر في شغلي ده، لازم احافظ على الترويج، هتقطع من السكينه ما يهمنيش، بس استقر في شغلي. ما ينفعش ان انا مثلا اكون متجوز معايا عيلتين واقول ايه هات وده هات وده هات، ما ينفعش. ربنا يا رب يصلح الناس كلها. وعندي كمان عشت في البيت، احنا خمس انفار وانا ساتت قاعد في اوضه مش قادر يعني ايه في الخشب عادي يعني. نفسي اصبها لازم اقل من كده. عايز زي الناس يعني، معايا عيلتين بنتين عايزين يبقوا في عيش حتى في حته نظيفه شويه. بهايم قبل كده وزعوها ما كانش لي نصيب فيها. مين اللي وزعها؟ حكايه الجمعيه وحكايه المجلس وكده. برضه وزعوا معيز برضه، حتى الشقق وزعوا الشقق برضه واستبعدوا اسمي ورجعت تاني. وعم اشوف في ناس بتقول ان شاء الله هيكون نصيب، وفي ناس بيقول لك لا برضه ما ينفعش حاجه زي كده خالص نهائي. تطلب ايه من المحافظ؟ انا مش طالب الا يعني للناس يعني اول هم نومه العيش، عايز نومه العيش بالحلال. حته كشك مثلا كده اقف اذبح جنبيها زي كده، قرشين اذبح بيهم بدل ما باخد من ده وباخد من ده وباخد من ده، بس مش عايز اكتر من كده يعني. وعايز ناكل عيش بالحلال، مش عايز حاجه غير كده خالص. كده الشغل شغال ده بتستورد ده وبرامج كده حلوه.